انتقل محمد عطله، الحقيقه كان كمان كلام كتير عن الفرق الكبيره ما ظهرتش بمستواها في كاس الرابطه. يعني شفنا بيراميدز، شفنا مفاجات، اهلي بزمالك كلهم. الامور يمكن جميل، كان ممكن مش متوقعه ان ده اللي يحصل، حتى كنت تتوقع ان اللي يوصل للمرحله الثانيه في كاس الرابطه يكون الفرق من غير الثلاثه دول. بالظبط، هو لما القرعه اتعملت خلاص انه الكل توقع انه اهلي زمالك بيراميدز وبعدين هيجي فريق في كاحسن تاني يعني، لكن الامور ما مشيتش بالشكل ده. الانديه اللي هي اللي في المستويات التانيه بالعكس اشتغلت على نفسها وفي البطوله دي بشكل افضل، وشافت ان فيها فرصه كويسه ان هي تقدم مستويات، انها ليه لا انها تحقق بطوله. دي فرصه كويسه جدا للانديه ان هي مش في الوضع الطبيعي متاح ليها انها تاخد كاس او دوري او بطوله افريقيه، انها تنافس وتضيف لسجلاتها بطوله محليه، ده شيء مهم جدا. لكن بالنسبه لنادي الزمالك انا بشوف ان المشاركه دي ليها وجهين، وجه سلبي وجه ايجابي. لو قلنا الاول الوجه الايجابي انه عندك عنصر زي رزاق سيسي بدا يرجع لمستواه، والعنصر الايجابي الثاني انك اكتشفت ان في عندك بعض العناصر يعني غير قادره على انها تستمر او تديك المردود اللي انت بتتوقعه منها في ظل ان هم بياخدوا عقود تعتبر نوعا ما برضو كبيره. الجانب السلبي انه النتائج ما كانتش بالشكل المطلوب، وانك ما اديتش لعدد كبير من الناشئين الفرصه في بطوله زي دي. نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت، في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، طلع عناصر كويسه من قطاع الناشئين، عناصر واعده زي عندنا كان حسام اشرف، وكان عندك اسامه فيصل، وكان عندك محمد مجموعه ومصطفى محمد طبعا، واحمد ابو الفتوح، احمد عيد، واحمد عيد بالظبط. يعني عناصر كتيره جدا طلعت من القطاع، خلت الناس عندها ايحاء ان قطاع الناشئين في نادي الزمالك عنده عناصر كويسه. كنت بشوف انه كاس الرابطه فرصه انك تستمر في انك تدي العناصر دي الفرصه ان هي تلعب، بالذات ما شفنا في الماتش الاخير العنصرين اللي خدوا فرص ظهروا بشكل كويس، وفي نفس الوقت الفريق كمان ادى بصوره كويسه سمحت لهم ان هم يظهروا بشكل كويس. فكان ليه لا انك تدي العناصر اكتر، بالذات ان احنا سامعين انه في بالفعل عناصر كويسه في القطاع تقدر. كان بينهم مثلا ماجد اللي هو ظهر بشكل كويس جدا، سامعين انه في عناصر تانية زي بيسو مثلا كان ممكن ياخد في عناصر كتير واعده بالظبط، وسيف يعتبر كمان من الناس اللي لعبت اصلا. فكنت بشوف ان البطوله دي كانت فرصه للعناصر الناشئين دي تاخد بشكل اكبر من كده. لكن زي ما قلنا العناصر الكبيره اللي خدت فيهم ناس اثبتت ان هي مش قادره مش هتقدر تكمل في النادي، ده كان شيء كويس ان هم يخرجوا، وبالتالي يعني ايه يبقى في اماكنهم بقى عناصر ناشئين يستحقوا الفرصه دي ان هم يتمرنوا مع الفريق الكبير بشكل افضل ويبتدوا ياخدوا خبرات بشكل افضل. طب بالشكل ده انت مع ولا عدم استمرار كاس الرابطه؟ ان ممكن بعد كده الناس تفكر مثلا انها ما تكملوش؟ لا لا بالعكس، ولا عشان في بطوله مجمعه كاس الامم فانت كان في توقف ممكن ما تسعفناش بعد كده في وقت ما فيهوش توقف، ولا المفروض تتعمل؟ انت في الوضع الطبيعي انت عندك كاس الامم كل سنتين، ففي اقصى في اسوأ فرصه يعني انت ممكن تلعب كاس الرابطه كل سنتين، لكن هي الكاس الرابطه محدده اصلا في فترات التوقف الدولي، فانت عندك على مدار الموسم فترات توقف دولي كبيره جدا تقدر تلعبها. بالعكس البطوله بشوفها فرصه كويسه جدا، لانه في انديه كتير عناصر ظهرت بشكل كويس، وفكره ان انت بتسمح لنادي بره اطار المنافسه ان هو ينافس وياخد دوري ده شيء مهم جدا. يعني تخيل مثلا ان نادي غزل المحله هو اللي اخذ البطوله دي، يعني اكيد ردود الفعل هتكون كويسه. الاتحاد نفس القصه برضو، اذا خد البطوله دي هتعمل انتعاشه كبيره جدا لنادي الاتحاد، اذا نوعا ما اذا الاسماعيلي قدر، اذا انبي قدر انه يرجع تاني للبطولات لانه عنده بطوله اوريدي، فهيبقى شيء كويس جدا طبعا. لا انا مع استمرارها وبشوفها مفيده، يعني مفيده جدا كمان انه في فرق كتير استفادت منها، حتى زي ما قلنا نادي الزمالك رغم ان النتائج ما كانتش بالقدر المهم يعني، لكنها كشفت انه عمق القائمه فيه مشاكل، فين تقدر بقى تدعم في الصيف لما الفرصه تيجي. وكمان العناصر الناشئين اللي خدوا في المباراه الاخيره ظهروا بشكل كويس، وجهزت عنصر انت محتاجه جدا زي رزاق سيسي. كنت عايز اخد تعليقك كمان على سيد عطيه، وباخد برضو تعليق هاني على سيد عطيه لما نزل. هو انا بشوفها ضغط برضو شويه عليه، بشوفها يعني هو اللي حصل ده هو سمه اي لاعب شاب، يعني التهور ان هو عاوز يثبت نفسه بشكل سريع، يعني بالذات انه خد فرصه قليله مش كبيره، وده اللي كنا بنتكلم فيه انه الناشئين محتاجين ياخدوا فرصه اكبر. هو نازل باندفاع بقى الشباب وتهور، لقطته ولقطه خروجه ما كانتش احسن شيء، لكن هي دي سمة اي عنصر شاب ما عندوش خبره يعني، وهي برده ما اثرتش في نتيجه المباراه ولا اي حاجه. بالعكس انا بشوف انه يبدا، لو بدا الماتش الجاي يكون كويس جدا. يعني انا مع انه يبدا الماتش الجاي ياخد ثقه.